يعني الان كثير من الناشئين سأل يقول شيخنا شو هذول الاوروبيين عندهم مطار وعندهم ارض خصبة جميلة ومناخ رائع وانظمة محترمة والانسان منعم، اخر دولة كفرة مشركين دولة واحنا مسلمين اهل لا اله الا الله، شو الظلم كله علينا؟ ليش؟ شنو ذنبنا؟ احنا شو مسوين؟ تعرف شنو ذنبنا؟ ذنبنا احنا لا يرحم بعضنا بعض ولا ينصف بعضنا بعض. هسه انت شفت لك واحد مثلا ياخذ دوره في عمليه جماعيه، لا هذا يتحكك في هذا وهاي يفوت قدام هذا وهذا يضرب هذا، وتعال شوف شفت واحد من عندنا يرضى لبعض العباد اذا الله وسع عليه، فالواحد ما ماخذ من عندك الله موسع عليه وشاق طريقه من حلال او من حرام قاعد ينبش من وراه، ليش هذا؟ شنو عنده؟ منين جاب؟ شلك علاقه بها؟ شلك علاقه بها؟ لك يا اخي التفت عليكم انفسكم كربي روحك، انت شارح بالتايهات علي من؟ تنبه اللون، ما عندنا اخلاق، ما عندنا اخلاق الاسلام، اخلاق الاسلام التربيه العاليه. شوف جماعة شعيب الله ما اهلكهم بكفرهم، لكن لما بخشوا المكيال والميزان قام يشرق من عندك بالمكيال بالميزان. هسه نادر تمر لك على واحد تتعامل واحد من المسلمين وانت مطمئن ان هذا ما سرقك، اكو بعض الشعوب اصلا بناء ينهضم اذا ما سرقك، شلون ما يسرقك؟ شت وين دينك؟ وين تربيتك؟ وين انت؟ ليش ما تتجه الى ما امرك به الله عز وجل؟ اتأمل مثلا جماعة لوط، الله ما اهلكهم بشركهم، بيش اهلكهم؟ بالانحراف الخلقي، بهالحالة الشاذة اهلكهم بها، والا ما اهلكهم، لان هذا الكافر شو يسوي يعني؟ يزود ينقص ارجل، خلي واحد يكفر يعني شنو؟ اذا كفر السماء راح تتزلزل، يعني الله عز وجل راح يصير بيه؟ لا ينقص ملكه ولا ينقص من عطائه ولا من عظمته، يبقى الشرك ظلم الى صاحبه، هو يظلم نفسه. الله عز وجل ما يظلم العباد بسبب شركهم، لانه بعدين لاحقين يحاسبهم يقول له تعال انت ظلمت عقلك، لان عقلك يوحي لك بان الله واحد، انت اشركت يعاقبه، هو يعرف يعاقبه. لكن بالدنيا اذا تناصفوا، شو تتنبه لي؟ تناصفوا، يعني الفرد حقوقه محفوظة، يعني مطمئن على عرضه، مطمئن على رعايته، على تفرقة ما اكو بين الناس، الناس كلهم امام القانون سواء، الناس مثلا بحقوقهم محفوظة متناصفين، ما حد يريد يظلم الاخر، الى حق معين، الى ضمان اجتماعي، الى رعاية، الى تربية، حال حال باقي الناس. الطب لينا انت تلقى كل واحد الى معاملة خاصة، اي نعم، هذا منا وهذا منا وهذا رايح ما ادري وين.